بشكل يومي تقدم ثورة تشرين صوراً من الرقي الحضاري الذي يمثله المتظاهرون، وعلى النقيض تماماً يقدم النظام السياسي بأحزابه وميليشياته صوراً قاتمة عن الانحدار الأخلاقي. وكما تصدر قائمة العار في التصدي لثورات الربيع العربي من اصطلح على تسميتهم البلطجية والشبيحة، يحضر أشباههم المأجورون في العراق. صباحاً صارت عندنا حالات إصابة، وجهون أعداد أشخاص متظاهرين مصابين بطعنات، منطقة الظهر منطقة الصدر طعنات مميتة، أغلبها يعني تكون من جهة الظهر. جماعات غير منتظمة تحمل السيوف والسكاكين والأدوات الحادة وتطارد المتظاهرين وتطعنهم بكل وحشية. أفراد هذه الجماعات مزيج من المتخلفين الجهلة واللصوص والمجرمين المفرج عنهم ومتعاطي المخدرات ومروجيها، يفتقرون لأخلاق المجتمع والدين ويدفعون بتعصب أعمى لا يفهم معنى الوطنية أو يتحلى بحس المواطنة. جندت الأحزاب والكتل ورؤساء الميليشيات وعلى رأسهم عمار الحكيم تلك العصابات لتندس بين المتظاهرين ضمن خطة ممنهجة لضرب الثورة وتحت مبررات ما عادت تنطلي على المنتفضين. من قبيل ذلك دعوات حزب الدعوة لحشد تابعين له وزجهم في صفوف التظاهرات بحجة حمايتها. كل حشود حزب الدعوة تذكر بمشاهد البلطجية والشبيحة والمرتزقة. دخلت مجموعة كبيرة، أعداد ما يقارب 700-800 شخص، يدعون أنهم تيار الحكمة أو المجلس الأعلى، بهتافات مدوية بشعارات. كل من حاول أنه يعترضهم أو يسألهم من أنتم، من تكونون، شنو سبب دخولكم، مباشرة يتعرض إلى الطعن. الاعتماد على العصابات غير المنظمة في ضرب المتظاهرين مبني على أساس بث الرعب واستخدام أبشع صور الوحشية التي يفترض أن ترهب المتظاهرين، لكن من ذاق مرارة 16 عاماً وأكثر من الظلم وتحدى الرصاص والقنابل المميتة لن توقفه ثلة من المتخلفين القتلة عن المسير في طريق الحرية بخطوات ثابتة ليزرع أرض العراق رقياً حضارياً ويصنع مستقبلاً مزهراً يعيد له مجده رغم أنف المندسين والعملاء ومن يخطط لهم من وراء الحدود.